لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حصيلة ثقيلة في الجزائر اليوم. سجلت الجزائر 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتسع وفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان. اليوم الآن الحصيلة الإجمالية المصابين بفيروس بلغت 262,044 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 6,739 حالة وفاة. اللهم ارحم كل من توفي بهذا الفيروس اللعين الذي اجتاح العالم واجتاح الجزائر أيضا. اللهم احفظ الجزائر يا رب واشفي كل مصاب بفيروس كورونا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.